سأشرح لكم الآن كيفية الحصول على تسجيل الحصة من الموقع. للحصول على التسجيل، اذهب إلى التسجيلات ثم اختار المادة. سيظهر لك جميع التسجيلات التي تم رفعها على الموقع. وإذا قمت بتفعيل نظام المتابعة التلقائي، سيرسل لك النظام تنبيه عند إضافة التسجيل على الموقع. لمشاهدة التسجيل، اضغط على شاهد وسيفتح لك التسجيل للمشاهدة.